السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله راكم بيان، ان شاء الله راكم ملاح. اليوم جينا نحكيوا على واحد سوجي ماشي في المونتاج فيديو مي داخل فيه شويه. علاش؟ باسكو بلا به ما تقدروش ديروا مونتاج فيديو، واللي هو البي سي ولا كما نقولوا بالعربيه الفصحى الكمبيوتر. واش لازم يكونوا فيه المكونات هذا البي سي؟ اسكو لازم يكون كبير، اسكو صغير، اسكو بي سي بورتابل، اسكو بي سي بيرو، اسكو لازم يكون ماك ولا لازم يكون ويندوز؟ كاع هاد لي كيسيون هادو هما اللي لحقوني في الايامات اللي فاتوا، واليوم ان شاء الله نجاوبوا عليهم. الحاجه الاولى لازم تعرفوها باللي البي سي هذايا ماشي هو وحده اللي يقول لكم اذا تقدروا ديروا المونتاج ولا لا. علاش؟ باسكو البي سي هذا يقدر يكون زعما بي سي خشين بزاف يدير 60 مليون. على بالي بلي كاين بزاف اللي ما عبهمش باللي البي سي يديروا 60 مليون، يقدروا يفوتوها كاع. مي مالغري يكون خشين هكذاك، لي فيديو اللي تحطوهم فيه لو كان يكونوا تاني هما خشان بزاف وكبار في لا ريزولوسيون، باغ اكزومبل اللي حقوا سيكا ولا ويكا تاع ريزولوسيون يكون فيهم لي زانفورماسيون بزاف، والخدمه تاعكم اللي حتكون فيهم راح تكون قويه بزاف، يعني شغل ديروا فيهم لي زيفي بزاف وديروا فيهم بزاف فايس، قادر هذاك البي سي وما يقدرش يفرياس. ما شغل توجور تحقوا حاجه اللي تقدروا تخدموا بها الخدمه تاعكم. انا اليوم اون توكا راح نعطيكم ليكسبيريونس تاعي ونعطيكم لي كاركتيرستيك المينيموم اللي يقدر بهم الواحد يبدا مونتاج الفيديو. بون، الحاجه الاولى اللي نقولها لكم، انا علاش خيرت بي سي بورتابل وماشي بي سي بيرو؟ باسكو نقدر نديه معايا وين نحب ونقدر نروح لوين نحب ونمونطي وين نحب. سما هذه هي الحاجه الاولى اللي خلاتني نروح فير بي سي بورتابل وماشي بي سي بيرو. الحاجه الدوزيام، علاش رحت للماك وعلاش ما رحتش للويندوز؟ حكايه طويله شويه، مي نقدر نقول لكم على جال لي كارون تاعهم وعلى جال السيستم تاعهم اللي خلاني شغل ما كنتش نحبو، يعني ما كنتش نحب الماك وجامي خدمت به. من نهار خدمت به ما قدرتش نعاود نولي للبي سي. شغل هادي هي اون توكا ليكسبيريونس تاعي، ماشي زعما تاع كاع الناس، مي يكتب عليك شغل الويندوز فيرسز ماك مايش كاع حكايه دوكا خلاص. الحاجه الاولى اللي نحبسوا عليها في البي سي تاعنا اللي هي البروسيسور. اسكو لازمنا بروسيسور يكون قوي بزاف ولا نقدروا نخدموا بواحد يكون بلوز او موان سما حاجه سامبل شويه؟ بون، حاجه سامبل دوكا راهي ولات اي 5. شغل دوكا كاع لي بي سي اللي انا نشريوهم ولا اللي تلقاهم يتباعوا، شغل لا موان كاع تيك تاعهم تلقاهم اي 5. علاش؟ باسكو شغل ولا رخاص شويه. دوكا بي سي تاع 6 ملايين تلقاه باي 5 كومام، راهو حاجه مليحه. مي دو بريفيرونس اذا عندك شويه درام زياده اطلع الاي 7 خير، باسكو هذاك هو اللي راح يعاونك بزاف. ودو بريفيرونس ثاني يكونوا فيه 4 كور ولا بليزيور كور. كاين دوكا اللي فيهم 6، كاين اللي فيهم 12، كاين اللي فيهم 18. يا كل ما يزيدوا لي كور هذيك كل ما عندك بروسيسور يقدر يخدم خير في المونتاج. الحاجه الدوزيام اللي لازم تكون ثاني في البي سي تاعكم اللي هي ديسك دور، ما يكونش اتش دي دي مي يكون اس اس دي. وشنو هي لا ديفيرونس بين اتش دي دي واس اس دي؟ ديفيرونس الاولى بيناتهم هي الاتش دي دي يمشي شغل بواحد الدوائره هكذا، يبدا يقرا في هذوك المعلومات هذوك بواحد الدوائره هكذا، واحد لارونتي هي اللي تقرا بها لي زانفورماسيون اللي راهم كاينين داخل ديسك دور. الاس اس دي ماشي هكذاك، يقراهم ديريكتومون شغل راك طبعت كارت ميموار ولا طبعت فلاش ديسك. والحاجه الدوزيام، الاس اس دي رابيد بزاف على الاتش دي دي، شغل هبال خاوتي، شغل فوا 10 باغ اكزومبل. هذاك الوقت برك اللي ياخذوا الاتش دي دي باش يطلع السيستم، الاس اس دي يفوتوا ب 10 خطرات ولا اكثر. فريمون شغل الديفيرونس كبيره في هذا البوان هذايا، وهذا البوان هذا لازم ما يتلعب لكم كاع فيه، لازم تجيبوا بي سي اللي يكون فيه اس اس دي. حاجه ثروازيام اللي هي لا رام، لازم تكون ما بين 8 و 16 جيجا. وعلاش ما لازمش تهبطوا على 8 جيجا؟ باسكو لو كان تهبطوا عليهم هي لا رام ديجا ويستخدمها الويندوز باش يمشي، باش يمشي حاله. اسما لو كان تكون عندك زعما 4 جيجا رام، هو بالك سيستم يدي منها كاش 3، اسما تبقى لك 1 جيجا وحده ما راحش تكفيك باش تمشي اللوجيسيال تاعك. ودوكا كاين لي رام جدد اللي هما دي دي ار 4 خير من دي دي ار 3، سما دو بريفيرونس تجيبو الموديل الجديد. الحاجه الرابعه في الحكايه هذه اللي هي لاكارت جرافيك. لاكارت جرافيك علاش مليحه؟ باسكو تعاون البروسيسور. كي تكونوا زعما تخدموا المونتاج تاعكم وديروا دي زيفي وديروا شويه كتيبه وديروا شويه لي كولور، هذوك العفايس هذو كاع تيك لاكارت جرافيك تقدر تنحيهم وتخدمهم هي في بلاص البروسيسور. في عوض ما زعما البروسيسور يدي كلش يخدم كلش وحده، لاكارت جرافيك هي اللي تعاونوا في الخدمه هذه. الحاجه الخامسه اللي تحقوها ثاني في المونتاج، ماشي كيما الاخرين بزاف مي قادر دير ديفيرونس كبيره، اللي هي ليكرون. ليكرون تاع البي سي تاعكم لازم يكون مليح، لازم يكون كاليتي مليحه، ماشي لازم يكون 4K. تقدروا تجيبوه 1080p، تقدرو تجيبوه ميم با 1080p، مي لازم لاكاليتي تاعو تكون مليحه. لازم لي كولور تاعو يخرجوا ريال، ما يخرجوش هذوك لي كولور شغل مخلطين، الازرق ما يخرج لك الازرق، الاخضر ما يخرج لك الازرق. شغل هذه قادره تحطم لك كاع الخدمه تاعك اللي خدمتها انت. سما كي تجيبوا البي سي تاعكم لازم تجيبوا ايكرون يكون مليح. في لافان دوكا نعطيكم واحد لي زاستوس شويه اللي تقدروا مام يكون عندكم بي سي ضعيف شويه مي تقدروا ديروا به المونتاج وراح يعاونوكم بزاف. فوالا، زعما خيرنا الفيديو هذه تاعنا. كي نروحوا نقراوها هذه
راهي نورمال راهي تمشي انتاكت ما فيها حتى مشكل. كيفاش نعرفوا لي ماج هذه بلي ما عندها حتى مشكله وهي تتقرا عاديه؟ عندنا هاد الدويره هذه راهي تقول لنا زيرو ايماج بيردو. هاد البوان هذايا كيفاش نقدروا نجيبوه؟ نروحوا لهنا على هاد الركلي هذه نعبزوا فيها نروحوا ديريكتومون لهنا افيشي لانديكاتور دي ايماج بيردو لو كان نحيوه هاي تروح كي نعاودو نديروه هاي تعاودجي هكذا باش نعرفو اذا رانا نقراو كاع لي زيماج تاعنا واذا الفيديو ما راهيش تساكادي ولا راهي صوتي. زعما دوكا انا باش البيسي تاعي ما يقدرش الفيديو هادي واش نقدر نديرلو؟ نقدر نروح نبدلو شويه في لي كولور. بون حرقني البيسي راه قراها نورمال سما لي حد الان مازال ما صرا والو. هاي تشو نروحو نزيدولو شويه لا بريسيون ما خليوهاش كيما راه. واش نديرو؟ ندوبليو هاد لا فيديو هادي فوالا. هكذا دوكا راكو تشوفو بلي عندنا النقطه هذيك ولات صفراء. واش معناتها؟ معناتها عندنا خمسه لي زيماج ما راهمش يتقراو مي صوتيهم. هنايا بار اكزومبل واش نقدروا نديروا؟ نقدروا نروحوا لهنايا هاد العفسه هذه انتيغرال. هادي واش معناتها؟ معناتها تقرا لا فيديو تاعك تقراها بلا كاليتي طالعه تاعها تسمى 100%. من بعد عندك 1 سور 2 وعندك 1 سور 4. واش معناتها 1 سور 2 واش معناتها 1 سور 4؟ معناتها تقرا نص لا كاليتي تاع الفيديو تاعك تولي شويه مضبه الحاله ما توليش تشوفها بالديتاي تاعها تاع صح. و 1 سور 4 تسمى تولي تشوفها كاليتي طايحه بزاف على لا كاليتي التحللانيه. هادي فاش مليحه دوكا كي نهبطوا هكذا 1 سور 2 نقراو اوب هاي عاود ولات خضراء. دوكا ما راهو يعطي حتى ايماج. هذا هو لاستيس الاولاني اللي تقدروا ديروه في هاد لوجيسيال هذايا اللي يسهل بزاف سما الخدمه على بزاف ناس. بار اكزومبل هنا راني جبت لكم واحد الفيديو 4K باش نعرفوا شويه كيفاش نقدروا نديروا ايماج 4K. اسكو نقدروا نقراوها ولا لا؟ لا ديجا هنايا شوفوا ديجا انا غير حطيتها راه يقول لي بلي كاينه واحد الحاله ماهيش نورمال. كي يبدا يقرا راهو ديجا يعطي ثلاثه لي زيماج. هادي مازال ما درنا والو. ما دوكا لو كان نزيدو نديرو له شويه لي كولور كيما القبيله راهو ديجا بلوكا ما قدرش مين با يبدا. راكو تشوفوا بلي ليماج ما راهيش نورمال كاع. شوفوا لهنايا راهو يعطي 178 ايماج في لا فيديو هادي راهو فريمون مراطي بزاف. هنايا زعما واش نقدروا نديرو؟ هنايا نروحوا لا فيديو هادي هنايا نديرو كليك دروا نروحوا لهنا نهبطوا عندنا هادي دوبلور هادي تلقاوها برونغلي بروكسي ولا تلقاوها بروكسي ميديا. واش معناتها هاد الثلاثه هادو؟ هادي الاولانيه معناتها نتايا تخدم فيديو كيما الفيديو هادي اللي راك تخدم عليها مي وشنو تكون صغيره تكون لا كاليتي تاعها ناقصه تكون لا طاي تاعها ناقصه شويه باش تولي تقدر تخدم بها المونتاج تاعك فاسيلمون يعني بسهوله. الحاجه الدوزيام جواندر لي دوبلور. واش معناتها هادي؟ معناتها لو كان زعما انت تكون خادمهم ديجا هادوما لي بروكسي هادوما لي فيديو صغار هادوما تروح تجيبهم تروليهم ديريكتومون لهنا اسما ماشي لازم حتى تعاود تخدمهم. اذا راك خادمهم ديجا نتايا في بلاصه واحده اخرى ولا لاباراي بار اكزومبل كاين دي زاباراي يعطولك لي بروكسي هادوما واجدين تسمى تقدر ديريكتومون تروح جواندر دي دوبلور ولا هادي ريكونيكتي لي ميديا اون بلان ريزوليسيون. واش معناتها؟ معناتها اذا عندك راك تخدم بلي بروكسي درت العكس تسمى ديت هادوك لي بروكسي بديت تخدم بهم ومن بعد في لافان حبيت تعاود ترولي هذيك ليماج تاعك لوريجينال اللي فيها ريزولوسيون كبيره وفيها كاليتي كبيره تسمى بهذه اللي تقدر تعاود ترولي. حنا واش عندنا نديرو دوكا؟ كري دي دوبلور كري دي بروكسي هادوما نعبزو عليها ما تخيروش اش 264 كادا دا روحو خيرو كويك تايم. واش معناتها كي تخيروا كويك تايم؟ هنايا تخيروا واحد لي جونر تاع الكوداك اللي هما يسهلوا شويه الخدمه على البيسي تاعكم. راحو نخيروا هنايا سينيفورم لو ريزولوشن بروكسي. سينيفورم هذا علاش مليح؟ باسكو يعطيلك لا كاليتي ماشي هابطه بزاف تاع الفيديو بصح وشنو يسهل بزاف الخدمه على اللوجيسيال. تسمى حنايا لي فيديو اللي تعطيهم لنا الكاميرا تعطيهم لنا مكومبريسيين تعطيهم لنا مضغوطين كيما يقولوا شغل باش تخلي لك لا كاليتي الماكسيمال وتنقص لك لا طاي تاعها باش ما تعطيها لك زعما كبيره بزاف دير لها كومبريسيون. بصح هذيك الكومبريسيون هي اللي تجي مشكل من بعد في البيسي تاعك. علاش؟ باسكو البيسي لازم يعاود يدي كومبريسيها باش يقدر يخدم عليها ما يقدرش يخدم عليها ديريكتومون على بيه من بعد البيسي هذاك شغل يبدا يخمم مع الاول يكون يدي كومبريسي باش من بعد يقدر يقراها لك. اسمها خيرو هادي سينيفورم. هنايا من بعد عندكم باش تخيروا لا ديستيناسيون اسما وين حتخدموا هاد لي بروكسي هادو وين راح تخليوهم في البيسي تاعكم. تقدروا ديروهم كيما لا فيديو دوريجين اسما وراكم حاطين لي فيديو تاعكم دوريجين ولا تخيروا بلاصه واحده اخرى تحطوا فيها كيما تحبوا ديروا هنا باركورير وتخيروا وين تحبوا. انا بار اكزومبل نخير هنا ديجا نقولوا اوكي. هنا واش حيصرا؟ حيتلونس لنا لوجيسيال جديد تاع ادوب اللي هو ميديا انكودر. ميديا انكودر هذا هو اللي ينكودي لي فيديو هادوك. علاش؟ باسكو بريمير واش يقدر يدير؟ يقدر يخرج فيديو واحده برك في الخطره
بصح ميديا انكودر هذا تقدروا تعمروا له هنا بزاف لي فيديو تخيروهم كاع تيك تخدموا لهم لي دوبلور وهو يقدر يعاود يخرجهم كاع ضربه واحده. هاك دايا دوكا وكملها هذيك الفيديو روحوا ديريكتومون بريمير برو. دوكا واش لازم نديرو؟ لازم نديرو هاد الحاجه هادي اكتيفي اي ديزاكتيفي لي كوبي اليجي. كوبي اليجي هي ما هي نفسها لي دوبلور سما راهو يقولنا اذا ناكتيفي ولا ديزاكتيفي وهذوك لي دوبلور ولا لي بروكسي هذوك. هاد العفسه هادي منين تقدروا تجيبوها تروحوا لهنايا الزائده ديال بلس تعبزوا عليها عندكم بزاف لي فونكسيوناليتي اللي تقدروا تزيدوهم ديريكتومون شغل ترفدوها هكذايا اوب تحطوها تقعدوا مكليكين على لاسوري هذيك وتحطوها لهنا كيما زعما هذه العفسه هذه نحب نحطها نحطها لهنا انا كي راني جايبها ديجا ما نقدرش نزيد نعاود نجيبها هذا ما كان تما دوكا نديرو زعما اوكي سي بون عندنا هذه كي نعبزوا عليها دوكا واش راح يصرا هاي ليك زعما مع الاول كيفاش تكون مليحه ومن بعد اوب تنقص شويه الحاله غيتقول لنا 11 هنايا مي لو كان نعبزو هادي ناكتيفيوها اوب نعبزو عليها تولي تمشي لنا عادي ما فيها حتى فريم راه ينقص. نعطي لكم اسيوس واحد اخرى ثاني اللي تقدروا تخدموا بها مي انا هاد العفسه ما نخدمش فيها بزاف باسكو كي يكون عندكم فيديو تكون شويه طويله ما تقدروش ديروها. لو كان تكون عندكم فيديو صغيره شويه تقدروا ديروها معليش مي كي تفوت زعما اون مينوت ولا دو مينوت على الفيديو شغل من بعدها ما يقدرش البي سي يخدم بهاد لا تكنيك هادي اسموها رندر. رندر واش معناتها؟ معناتها تكليكيو على اونطري في الكلافي تاعكم تخرج لكم هادي واش يقول لكم؟ يقول لكم روندو دي فيشي واش يبدا يقرا في هادوك لي فيديو هادوك اللي حطيتوهم ايماج بار ايماج شغل يوجدهم لكم باش من بعد كي يكمل هو يقراهم كاعيتيك تقدروا تقراوهم عادي. راكو تشوفوا كيفاش هنايا قدرنا نقراو الفيديو هادي عادي مالغي رانا دايرينها انتيغرال مي رانا نقدروا نقراوها عادي. كاينه حاجه الاخرانيه اللي نقدر نعطيها لكم تاني اللي هي نجيو لهنايا البريفيرونس تروحوا ديريكتومون ميموار تلقاوها بالانجلي ميموري. ميموري هادي هي لارام تاعكم انا واش يعطيك؟ يعطيك تخير لارام تاعك. انا عندي دوكا 16 جيجا في البي سي تاعي نقدر زعما نخير 13 جيجا اللي نخدم بها في لي لوجيسيال هادوما تسمى 13 جيجا هادي البي سي ما راحش يتوشيها كاع تيك راح يخليها لي غير ليا باش نخدم في لي لوجيسيال هادوما. كاينه حاجه واحده اخرى ثاني اللي هي كاش ميديا هادي لوجيسيال هو عنده واحد لي فيشي هكذا يخدمهم في كل خطره تخدم زعما بروجي ولا تخدم فيديو. هنايا واش مليح ديرو؟ ديرو زعما كل 90 يوم ولا كل تخيلوا نتوما تقدروا ديروها 40 يوم تقدروا ديروها 50 يوم تسمى اللوجيسيال هذا واش يستنى؟ يستنى زعما هاد الوقت هذايا ومن بعد واش يدير؟ يعاود يسوبريمي هذوك لي فيشي تسمى دائما نقدر هذوما لي فيشي هذوما يتسوبريمو باش البيزي تاعي دائما يكون خفيف. كانت هذه هي الفيديو تاع اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتم منها شويه وان شاء الله تكون عجبتكم. اذا مازال عندكم دي كيسيون في هذا السوجي هذا بعثوهم لي تحت في لي كومونتير ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.